شو بدك؟ حط الموبايل. تسميت عندك؟ لك موبايل وشي حالك. شو؟ هذا الشنطة. ليك شغال يعني. اسمك شو قال هي ساعة وفي ساعة؟ شو ساعة وساعة؟ لك هو محاضر تاني. فكرت انت اليوم بدي تجر هذا شنو يا جماعة؟ من وين بتوصل؟ 57 كمان؟ بلش قد الدنيا كان تعرف قديش حريق عزت أحسن طبعا موضوع الأمراض الخلفية يعني هذا الاختصاص في شوية ضبابية حتى على مستوى الأطباء لذلك نبدأ مع بعض بالبدايات طبعا أنت نقول هذا خمج ودي وجدت منه الأمراض الخلفية أو الأشياء اللي زيدت وأنت بتقول هذا سبسيس أحيانا تسمعته تعبير خمج ممتاز انفكشن وسبسيس مين اللي هلا باعتبارك انت وصلته لان اخذته كل الباطن الواحد شو الفرق بين الخمج والانتان؟ الانتان هو اللي بيعمله بالسن وعدد الخمج هو نتيجه المناعه بعد السن يعني المناعه والانتان هذيك من عندك يعني هذيك الرايت هارم غير تجاه هذا العامل الممرض من خلال تظاهرات هلا رح نحكي عنها.
فإذا دخول العمل الممرضي إلى عضوية سليمة مختلفة. فهذا طبعا هلا أنتم هي كلها هي يعني رح تتعرف عليها بشكل كبير السنة الرابعة باعتبار الخمسية كانت سنة خمسة وصارت سنة رابعة حسب الأول. لذلك نحن لاحظنا الطلاب السنة الرابعة يعني باعتبار الخمسية هي أمراض تختص بكل أجهزة الجسم. فالحقيقة أنا كان لي رأي بأنه هاي الحقيقة بدها يكون الطالب يعرف عدد من المعلومات وكل الاختصاصات حتى يوصل لها. لكن على كل حال كانت النتيجة هي هلا حاليا السنة الرابعة، ولذلك عانينا مع طلاب السنة الرابعة في البداية بموضوع الأمراض، فلا حاليا يعني الأمور صارت أحسن. فإذا دخول عمل الممرض إلى عضوية سليمة اسمه خمج انفكشن. فبتلاقوا بالتعبير بتلاقوا كثير تعبير انفكشن وسبسس. الفرق بيناتهم لما نقول سبسس معناتها نحن عم نقول إنه هذا الجسم العامل الممرض دخل وعمل ارتكاس التهابي. سبسس تراكم خمج زائد سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم المتلازمه الاستجابيه الالتهابيه الجهازيه. المتلازمه الاستجابيه الالتهابيه الجهازيه السيرس ممكن ان يحدثها الخمج ويمكن ان يحدثها عوامل اخرى. رض ممكن، حرق ممكن، التهاب بنكرياس، ففي عوامل كثير ممكن تحدثها المتلازمه الاستجابيه الالتهابيه الجهازيه. والخمج هو اكبر واحد فيهم. أكبر عامل مسبب للسيرس. إذا ترافق سيرس مع خمج بقول هذا سيرس. لهون واضحة. نجي على المتلازمة الاستجابية الالتهابية الجهازية. شو هي تتصوروا أنتم شو هي عوامل اللي هي تدخل في المتلازمة الاستجابية الالتهابية الجهازية؟ يعني كيف نحن هنا أربع عوامل مشان تكون بالصورة. هذه العوامل إذا توفرت عاملين من هالعوامل الأربعة بنقول عند المريض سيرس او سيستم او متلازمه استجابيه التهابيه جهازيه. وبالتالي اذا كان نتيجه بسبب دخول عامل ممرض فنقول هذا المريض عنده سيرس. التعريف هون نحن عم نمشي معكم بشكل تدريجي لانه في لسه تعبير سيدي سبسس وسبسس. فنحن عم نحكي على مستوى السبسس بقى. مين ممكن يساعدنا انه شو هي العوامل اللي ممكن تكون؟ الحراره والتوسع الرئائي. كيف؟ التوسع الرئائي انه مثلا بتعمل الحراره بسبب التوسع الرئائي والاحمرار والتوزن التوزن على العلامات يا التهاب نسيج شفوي يا اما التهاب مستطيل ممكن يشوفوا موقعي بس مو هذا اللي بتعرف. اما اول وحده انا انت حتى بيعرفوا مذاكره ولا ايش؟ الحراره بتخفف معك. الحراره بس مو حراره موقعيه هي الحراره الجهازيه. طيب على الحراره امتى بنقول عند المريض فيبر؟ هذا بتكون تتعلموها لانه نحن بالشغل الانتاني نرتكس لعدم معرفه الرقم هذا رقم بتكون تحفظوه بالمطلق لانه صار عليه هلا في نقاش كثير وهلا حاليا صار معتمد عالميا. درجه الحراره اللي عند الانسان اذا بتوصل لهالدرجه فما فوق بقول عند المريض فيبر، اقل منها بقول المريض عن حرارته ضمن النورمال. شو هي درجه الحراره؟ تفضل. 39.2 40 لا لكن ما مات الزلمه. وصل اثنين. رقم 38 بدكم تحفظوه تماما. 38 فما فوق بدءا من 38 فما فوق بنقول عن المريض في فرقمة. تحت 38 بدرجة يعني 37.9 ما اسمها حرارة. نحن نقيس الحرارة ونعتبرها الحرارة الفموية اللي بنقيسها نحن لمدة 5 دقائق نحط الميزان تحت اللسان هي اللي بنقصدها. الحرارة الفموية 38 فما فوق هي نعتبرها فيبر حمى عند المريض. فإذا درجة الحرارة إذا كان 38 فما فوق أو الارتكاس ممكن يكون سلبي يعني تصفية مركز تنظيم الحرارة. وين موجود مركز تنظيم الحرارة؟ نقطة. وين يعني؟ قاع البطين الرابع. فمركز تنظيم الحرارة إذا تأذى ممكن أن تنخفض الحرارة أو ممكن أن ترتفع.
شو هو الحد الأدنى اللي نحن تحت منه بنعتبر هذا الارتكاس بيدخل في متلازمة السيرس؟ يعني نحن عندنا 38 فما فوق، فإذا كانت الحرارة 38 فما فوق هذا عامل، العامل المقابل له الحد الأدنى، إذا نزلت الحرارة تحت حد معين كمان بنعتبر إنه هذا من الارتكاس. تمام. أقل من 36، 36 وأقل. 38 فما فوق هذا نسميه ارتكاس الحرارة، وهذا عامل من العوامل الأربعة اللي بالسيرس. عامل الثاني ضغط الشريان الحقيقة له موضوع، بس ما بدخل بالعوامل الأربعة، له موضوع معقد يعني، هذا على مستوى ممكن نحكي عنه السنة الرابعة أو حتى الدراسات، هذا موضوع في الضغط التفاضلي بس ما له من العوامل الأربعة، هو بيدخل لأنه السيرس الحقيقة اللي أنا حكيت لكم هي العوامل الكبرى، طبعا هي في توزيع لها غير هذا، بس هي المحددات الكبرى الأساسية. فإن الحرارة كريات البيض، تمام، تعداد الكريات البيض، تعداد الكريات البيض عامل مهم من عوامل السيرس، فإذا الثاني عامل هو الكريات البيض، إمتى بنقول الكريات البيض؟ كمان في مواضيع بتكون تحفظوها بصمة من هون للساسة، وإمتى ما عملتوا فحص سواء بس هلا صار في عندكم فحص سريرية بالرابعة، يعني نحن من فترة من يومين فحصنا طلاب السنة الرابعة من المقابلات السريرية بعد ما انهوا استاجاتهم، فالمقابلات السريرية بتتضمن معايير لازم ما في مجال للقبول في الخطأ فيها، درجة الحرارة منها تعداد الكريات البيض، لازم تعرفوا الرينج الطبيعي للكريات البيض 4 إلى 11، بعض الزملاء بيقولوا لكم 10.5 ممكن، لكن إذا قلت مين ما قلت 4 إلى 11 ألف هذا الرقم المنطقي، فإذا بالسيرس لأقول أنا هي الحرارة لهذا العامل من عوامل السيرس أقل من 4000، ولاحظوا هذا في بعض الأمور أحيانا غير اللي نحن نعرفها وأكثر من 12 ألف، يعني مو نحن قلنا الرقم 4 إلى 11 ألف، بالسيرس أعطانا له رقم 12 ألف، أكثر من 12 ألف كورية بالمكروليتر، فإذا نعتبر هذا ارتكاس من عوامل الحرارة أو أقل من 4000، فإذا كان إذا كانت أقل من 4000 أو أكثر من 12000 هذا بنسميه عامل الثاني في السيرس. ثاني شو هو؟ شو القلب؟ نبض، سرعة النبض قديش النبض الطبيعي؟ 60 لـ 100. لاحظوا بالكريات فيه هي الارقام الممتازه هي لازم تحفظوها، في لسه في شيء اسمه عدد مطلق تمام بدنا نحفظه، هذا يعني قلنا بالكريات البيض اقل من 4000 واكثر من 12000، لاحظوا هون نحن قلنا من 60 لـ 100 اعتمد الرقم اللي بيعتبر فيه النبض بالقلب فوق 90 يعني تحت ال 100 اعتمد رقم 90، طبعا هذا الحكي بناء على هي بتأسس هذا يعني هي البروتوكولات هي بتتم على دراسات كبرى وبالاخير بيوصلوا لمعايير عالميه معتمده. فوق ال 90 يعتبر تسرع، فوق ال 90 يعتبر عامل من عوامل السيرس، فصاروا ثلاثه. الرابعه تسفل الدم. تنفس. تنفس برافو. عدد مرات التنفس. عدد مرات التنفس هي هو العامل الرابع. قديش عدد مرات التنفس طبيعي؟ 12 لـ 20. هذا رقم كمان لازم تحفظه. من 12 لـ 20 عدد مرات التنفس. فإذا كان عدد مرات التنفس فوق الـ 20 فإذا هذا اسمه عامل. فعندنا صار أربع عوامل. العوامل الأربعة إذا تحقق منهم عاملين نقول المريض عنده سيرس، بس لحتى نتوجه لأنه يكون سبب خمج لازم من هالعاملين هدول من العاملين من الأربعة أحد عاملين أساسيين، في عندنا عوامل أساسية وعوامل ثانية اللي هي الحرارة والكريات البيض. الحرارة والكريات البيض إذا واحد من بيناتهم لازم يكون جزء من هالعاملين الأساسيين لحتى
لحتى نتوجه لانه يكون سبب السيرس هو الانفكشن. كل العلامات الحراره ببعض الحالات ما بتتكس، يعني مو كل المرضى بيكون عندهم الحراره هو ارتكاس للخمش. احيانا يعني بيكون عند المريض سيفير سيبسس خمش شديد، حتى ممكن يكون صدمه ثانيه وما تكون الحراره متزايد احد العوامل. مين هن الشرائح اللي بنشوف فيهم ممكن يكون، ممكن طبعا مو معناتها انه ما عنده الحراره، ممكن يصير عنده الحراره 41، ممكن يصير الحراره ترتفع بشكل عادي، لكن هدول غياب الحراره عندهم لازم نحط عندنا بالباك جراوند تبعنا انه هذا ممكن يكون بسبب انه هو من ضمن هالشرائح. مين المسنين تماما؟ اللي معه قصور درق، اللي معه مرض قصور درق يمكن ما ترتفع حرارته لو انصاب. ما القصور درق مو من الامور اللي بنربطها مع السيرس، يعني نحن ما هي ما مو دائما بنربطها، بس لكن الامراض المزمنه سكري المرضى اللي عندهم امراض مزمنه مدنكه السكريين احيانا الكحوليين ممكن يشوفهم، هذول ممكن يشوف عندهم قصور الكلوي، هدول ممكن يشوفها من الحرارة مو ما تظهر، لكن مو معناته انه لا تظهر عندهم، غياب الحرارة ممكن تكون عندهم موجودة أكثر من غيرهم، لكن مو معناته انه ما عنده ما بترتفع، لا بترتفع، لكن غيابها عند الشرائح هي بدنا نحطها ببالنا لا تنفي السيرس. مين بدي كمان من الشرائح هذول؟ طرفي العمر، لذلك الصغار اللي عمرهم تحت السنة كمان هدول إلى الحرارة عامل ممكن ما تكون هي ارتكاس موجود. وأحدهم عمل بحث بالدراسات الرئية بأحد الأقسام عن دور الحرارة والسيرس، وكان في دراسة على أنه الخدة ما بترتكس عندهم اللي هم الوالدين حديثا. طبعا هي أحدث جدل كبير، لكن يعني دليل أهمية هذا العامل بس ما أنه موسع. ممكن تكون هي هذه الحالة، هي ممكن طبعا ممكن يصير تصفية فتح لأنه هون فرط ممكن، بس نحن عم نحكي الشرائح اللي بنشوفها بالمجتمع اللي لازم تخطر ببالنا، أما هذيك فيها الأعراض الثانية، لاحظوا نحن إنها ممكن يكون السبب الثاني أو غير الثاني. الحرارة أقل أكثر من 33 أو أقل من 36، التنفس أكثر من 20، النبض أكثر من 90، والبيض أكثر من 12 وأقل من 4000. السيرس ممكن ان يكون بعوامل اخرى، والانفكشن ممكن يكون بدون سبسيس، يعني بدون سيرس، لذلك ممكن الانفكشن هو انتان ان نحن اذا ترافق هذا الخمش مع سيرس بيصير اسمه سبسيس، بيصير اسمه انتان. في حالات كثير التهاب جريك شعري دمر، احيانا بنشوفه كثير حالات بنشوفها نحن انتانات موضعه ما بيصير فيها ارتكاس اللي حكينا السيرس، فهذا خمش، لكن ما ادى الى رد فعل من العضويه فاسمه خمش، لذلك ما بيدخل في القائمه، لذلك هما دائرتان متداخلتان. لاحظوا هذا السيرس وهذا الانفكشن هن يتقاطعوا بالموضوع هذا. اذا كان عند المريض سيرس وكان معه انفكشن فبنسميها هي المنطقه السيرس. اما السيرس ممكن يكون عوامل اخرى مثل ما قلنا الردود والحروق والتهاب الكبياس، كثير ازيات ممكن تعمل السيرس، لكن الحقيقه الدائره الاكبر هو الانفكشن. هلا لاحظوا انتم الانفكشن هو الدائره الكبيره، ولذلك نحن بنسميها مو سبسس ديزيز، ما بنسمي الاختصاص سبسس ديزيز، بنقول انفكشوس ديزيز، امراض خمجيه، فالاختصاص انفكشوس ديزيز مو لانه الوارث اللي محيط كبير بالاختصاص هو الامراض الخمجيه. طبعا نحن احيانا بنسمي امراض ابتدائيه لسهوله الفهم، يعني بنحاول انه يكون التعبير مفهوم، فاحيانا كثير شغل بيقول شغل امراض ابتدائيه لحتى لانه كثير ناس حتى التعبير الطبي الحديث مو خمجي، شو هو؟ عدوائيه تماما، عدوائيه، بس نحن ما اعتمدنا هذا المصطلح
رغم انه هو موجود في المصطلح الطبي الموحد، لانه نحن الخليجيه يعلمنا الناس عم تفهم الموضوع، اذا بتكون عدوائيه ما بقى احد يفهم شو معنى هذا الاختصاص. يعني احيانا بالمعجم الطبي الموحد في لنا كثير عليه ملاحظات، انا في زماناتي في منظمه الصحه العالميه في القاهره كانت في لجنه وحكينا ملاحظات كثير على موضوع انه كثير الحقيقه ترجمات اخذوا الترجمات المعتمده سابقا وعدلوها، بينما الترجمات الحديثه اخذت كما هي، فدائما العمليه انه مثل تعقيد لما انا بفهمه تعقيد لتدريس الطب باللغه العربيه. يعني انا لما بيجي بسمي الخمر العدوائيه وبرجع بسمي الورم النقوي المتعدد عند قيوم، وبيجي على ال HLA بسميها هلا، ال HIV بسميها هيك، يعني باخذ نفس الحرف وبسميه مثل ما هو اللي هو الجديد. المفروض الاسماء الجديده تعدل كما بدهم اياها اصحاب الجهابسة اللغه العربيه، لكن الاسماء القديمه تختص فيها. فلذلك الموضوع ما كثير انا باخذه في عندنا شيء اسمه بكتيريميا وسبتيسيميا. انت بتقول عند المريض بكتيريميا ويمكن تجرسم دم، وانت بتقول سبتيسيميا عند ثاني. انت بتقول بكتيريميا، انت بتقول تجرسم دم. بكتيريميا وقت الفيروس عفوا الجرثومة بكتيريميا اول بدك ما يكون ينتشر بالدم الثاني السبتسيميا بيساوي خمش، يعني بينتشر بالدم وبيساوي يعني بيكون عرضي. يعني هذا نحن السبتسيميا نحن بيكون موجود بالدم العوي الممرض وبيعمل سيرس وبيعمل سيرس. طيب اذا ما كان العوي الممرض بيقدر يكون سبتسيميا؟ اذا مريض اذا بالزرع طلع سلبي ممكن يكون سبتسيميا؟ اي ليش كيف يقول؟ زفاف تماما. شوفوا البكتيريميا تجرسم الدم ثلاث كلمات، وجود عامل ممرض في الدم، يعني زرع دم ايجابي. اذا عملنا زرع دم ايجابي ولذلك تجسم الدم احيانا بدون ارتكاز، بكره بنحكي لما بنحكي عن الامراض الجيفيه بنقول بتمر بمرحلتين، المرحله الاولى بتغزو جدار الامعاء وتصل الى الدم وبتمر بمرحله الحضانه، واذا عملنا زرع الدم بيكون بالاسبوع الاول من الحضانه بيكون زرع دم ايجابي ولكن ما في ريد فعل بدون سيرس، بتتكاثر في الجبهه الشبكيه البيطانيه وبترجع الى الدم بتعمل سبتسيميا. بنلاحظ الاعراض الشديده واللي بهذيك الفتره حراره والاعراض اللي بنشوفها بالحمى التيفيه، اذا اخذنا زرع دم ايجابي بهالفتره هي بتكون نسبته 90%. فالسبتسيميا البكتيريميا وجود الجراثيم بالدم يعني زرع دم ايجابي، عطى ارتكاز ولا لا هذا موضوع ثاني. لذلك الدائره الكبرى كمان هي تجسم دم. انا ممكن اطلق على السبتسيميا تجسم دم. ممكن اذا كان عندي عامل ممرض كان عندي سيرس ممكن اقول بكتيريميا، لذلك بتلاحظوا كثير من المرضى بيكتبوا بكتيريميا والقصد كان سبتسيميا. بينما السبتسيميا ممكن انه يكون العامل الممرض موجود او ممكن العامل الممرض موجود بمكان اخر خراج موجود وزيفانه هو اللي عم ياثر، وهي بنشوفها كثير بالصدمه السميه. لما بنشوف الصدمه السميه نحن العامل الممرض اللي هو بالاساس يكون العنقوديه مذهبه بيكون موجود باماكن مختلفه و بنلاحظ زيفانه هو اللي عم يعطي الاعراض بنسميها السبتسيميا. فاذا ممكن نشوف لاحظوا في حالات بيكون فيها الجرثوم موجود، في حالات بيكون في عندنا انا بس فقط عندي السيرس موجود فيها. فاذا السبتسيميا هو او الفاريميا او الفونجيميا كلها نفس المقصود فيها انه بيكون عندي انا العامل الممرض. اذا معناتها هذا الخمج اذا العامل الممرض دخل الى العضويه غزا العضويه وعدى الى انتشاره وعمل ارتكاز بنقول نحن حدث تطور الدم من بؤره الخمج الى الدم او عمل ارتكاز بنقول تطور العامل الممرض وصار بدل انفكشن صار سبسيس. فاذا تجرسم الدم شو معناتها؟ هذا احسن واحد انه انا كان درس الخريجيه كان يوم الثلاثاء
لاحظوا تجسم الدم يعني وجود الجراثيم في الدم سرع ايجابي نقطه انتهى ما بدك التعقيدات فكثير احيانا هي اسئله تكررها كثير لانه انا بهمني مو كثير بهمني كثير التعقيدات بهمني انه توصل المعلومه بحد ذاتها تعقيدات جايين عليها بالسنه الرابعه هي بهمنا توصل المعلومه تعرفوا المصطلحات الرئيسيه اللي للاسف بعض الطلاب بعض الاطباء الاخصائيين طلاب دراسات اصول بعض الاخصائيين بيضيعوا فيها وبالتعابير بيكون دائما في نقاش عليها فبتلاحظوا ثالثا وجود استجابه التهابيه سير تجاه العامل المغري فالعامل المغري اما موجود او زيفان لكم يعني مو معناتها انه كمان بيصير احيانا فهم بكره بالمقابلات شو معناتها السبتسيميا معناتها زيفان العامل المغري يعني كمان لا انه مثل بدك لك تسمم الدم هذا تعبير كمان لانه وانا طبي مو معناتها انه اذا عندنا تجسم دم جراثيم بالدم واذا عندنا سبتسيميا معناتها ما في جراثيم بالدم بس ارتكاز عامل السبتسيميا هو عامل ممرض موجود في الدم او زيفان لكن كل ما اشتد الانتان كل ما اشتد العامل الممرض زاد في الدم فاذا كل ما ارتفعنا كل ما احتماليه يكون العامل الممرض زرع ايجابي اعلى يعني بصير مو عمليه زيفان بصير هو اكثر من ذلك وبتزداد ايجابيه زرع الدم مع شده الانتان فايمتى بكون هذا الانتان سيفير سبسس انتان شديد سيفير سبسس شو يعني؟ تماما مو انتان حاد في فرق كبير بين اكيوت وكرونيك والسيفير سيفير سبسس هو انتان شديد او انتان وحيد امتى نقول انتان شديد؟ اذا كان هذا عندي انهمش زائد سيرس زائد قصور باحد الاعضاء اذا وجد انهمش سيرس قصور باحد الاعضاء بسميه سيفير سبسس هلا حاليا بكثير بلشوا ببعض المراجع او ببعض يعني الهيئات الطبيه يجمعوا الاثنين مع بعض مشان يركبوا راسهم ويقولوا السيفير سبسس هو واحد نحن خلونا مدرسيا نمشي درجه درجه فكثير احيانا صار حاليا بالمراجع تطلعوا عليها السبسس بيقصدوا فيه سيفير سبسس ممكن فاذا الانتان الشديد هو خمج مع سيرس مع قصور باحد الاعضاء او هبوط ضغط مثل ما حكينا ممكن شح البول انت لازم تذكر بالتنفس ارتكاز شديد ادى لخلل بعمل احد الوظائف باحد الاعضاء فهذا يكون اسمه انتان شديد امتى تكون سبتك شو امتى تكون المريض دخل في الصدمه الانتانيه اي اخطر مرحله اي اخطر شيء ممكن يصير عن طريق الأمراض الخمسية. أخطر مريض كان يحدث عند المريض نسبة وفيات عالية تجاوز 70% هو دخول المريض في الصدمة الثانية. أنت تقول المريض دخل في الصدمة الثانية. لا. شو؟ لا. لما ينزل. ما هذا التعبير مو تعبير. في تعبير كلمة تفكر ينزل ضغطه انت بتهبط الضغط انت ولا تقرب الصلاة كملها وانتم سكارى على فكرة بالصدمة الانتانية تمتاز الصدمة الانتانية عن الصدمة خلية المنشأ بانه نتاج العضلة الخلية معلوم عالي او طبيعي هي احد الامور الثانية ليش هو قال هو قلت وقف انا ما بدي النتيجه بدي تكمل لي كلمه هبوط الضغط برضه ارتكاز جهاز هبوط الضغط لا يستجيب على تعويض السوائل هو انت ما لقينا نحن عند المريض صار هبوط ضغط لا يستجيب على تعويض السوائل معناتها الاذيه شديده على مستوى الاوعيه الدمويه وعم يصير السيفانات اثرت وخرجت الاوعيه الدمويه وهدت سوائل الدم الى الانسجه فزادت النفوذيه وبالتالي هربت السوائل الى الانسجه ولذلك بالصدمه الانتانيه بكره بنحكي فيها بالسنه الرابعه انا متعود اقول الخامسه السنه الرابعه في صدمة حمراء وصدمة بيضاء لأنه أول شيء تهرب السوائل فبيكون في دفء بالأعضاء وبعد منها بيصير التهور فإذا هبوط ضغط لا يستجيب على تعويض السوائل معناته هذا المريض دخل في الصدمة الإنتانية
إذا بالصف الثاني عندي خمج، عندي سيرس، عندي قصور بأحد الأعضاء أو عدة أعضاء، وعندي هبوط ضغط لا يستجيب على تعويض السوائل. هذا المريض دخل في الصف الثاني وهو خطير جدا لأنه صار في تخريب على مستوى الخلية، الخلية ما عاد يوصل الأكسجين وبالتالي صار في نفخ، وأهم علاماته هو حماض الاستقرار. فإذا هاي نفسها اللي حكيناها بس تنضاف عليها هذه المقرة الصف بنشوف، فمو إنه يعني تعبير آخر. الصف الثاني هبوط ضغط طبعا سكندري تو سبسيس ريزيستنت تو أديكويت فلويد أدمنستريشن، ومع على الرغم من اعطاء طبعا هون بصير في عندنا الهايبوغلايكيميشن اللي هو طبعا نقص الانواع اللي بصير بسبب انه نحن صار نضغط على السوائل على الخلايا وما عاد يصعد الدم بشكل يامن او الاكسجين. طبعا ممكن يصير يعني السؤال هو كيف عم تروح هلا مثل ما قلنا كل ما ازدادت شده الانتاج كل ما احتمال الايجابيه اعلى، فلذلك بتلاحظوا انتم بتوصل ل 80% في الصدمه الانتاجيه، لكن طبعا بتلعب عوامل اخرى من استخدام الصادات وعم نحكي نحن بعوامل بس، لكن الجراثيم بتكون تنهار المناعه فالجراثيم شيء طبيعي تكتر في فالسبتك شوك هو سبسيس يعني خمل وسيس مع هبوط ضغط لا يستجيب على تعويض السوائل، واللي ممكن نشوفه نحن هو اضطراب الارواح اللي عم يصير بسبب انه هي السوائل عم تنضغ، فمن ارتفاع اللاكتات من العلامات الهامه اللي هي احد المؤشرات، ممكن قصور بالاوعيه لذلك في عندنا شحبه، فبصير عندي قصور في الاعضاء مرافق له وعاده ممكن يكون اكثر من هذا. طبعا لانه بالصدمه الثانيه صرنا نحن عم نحكي مثلا ممكن قصور تلوي مع هبوط ضغط، فهذول مع اثنين، فكيف هبوط ضغط لا يستجيب على تعويض السوائل؟ فهي علامات الصدمه. اذا الاستجابه الالتهابيه تحدث عندما يدخل العامل المضاد الى العضويه واحدث ارتكاس ما سيطره المناعه ما قدروا يسيطروا على العامل الممرض، فدخل هذا العامل الممرض واللي ممكن يدخل من الجلد يغزو نسيج مجاور مثل الجمره العنقوديه، ممكن يكون دمًا، هذا الدمًا يتكاثر ويصبح مجموع الدمامه كتله واحده مثلا في الجلد، مثلا هي بتنتج طبعا النقره بالرقبه واعلى الظهر، مجموع الدمامه تحت الجلد وبتعطي هالسطح هذا الخراجات متعدده وبتطلع بنواسير، هي بتترافق بنلاقي فجاه صار عند المريض اعراض السيرس شديده وبيكون كمان تجسم الدم شديد، هي كمان بنحكيها السنه الرابعه على لما نحكي بالعنقوديات المزعجه. فاذا من اي مكان ممكن يصير الغزو، ممكن الطرق التناسليه، ممكن السرير المعدي، ممكن تدخل نحن ندخل العوامل الممرضه، مريض حطينا له قسطره وريديه وبالتالي مع عدم العنايه ممكن نحن ندخل العوامل الممرضه الى المريض، فاذا دخول العوامل الممرضه وانتشارها بيؤدي الى تطور حدوث الاستجابه الالتهابيه. مثل ما حكينا غياب الحرارة الظاهرة الأكثر شيوعا، شو بنوصف أكثر شيوعا؟ يعني هي مو معناتها هن ما بنشوف عندهم حرارة، بدنا نفهمها بالمفهوم بأنه فكرة غياب الحرارة هي ظاهرة بنشوفها أكثر شيء عند هدول المرضى، مو إنه هدول المرضى ما بنشوف أكثر شيء بنشوف عندهم غياب حرارة، يعني بس فهموها كما هي باللغة العربية بحرف الأكثر شيوعا بداخل بصير ولادي، مو هي لانه كثير منكم بيقولوا ان الاستاذ بيزار ان هذول ما بشوف عندهم حراره السادس، يعني لما بيصيروا على السادسه انه بيحكوا انه شو هي الحالات اللي ما هذول اللي ما بتظهر عندهم حراره، هذول بتظهر حراره مثلهم مثل غيرهم، بترتفع الحراره مثلهم مثل غيرهم، يعني ما هي وهي الصفه العاديه، لكن اذا بدك نحكي على غياب الحراره بدنا نفكر بهذول اللي هي ممكن تنوجد 20 30% من هذول المرضى، بس ما بيشوف عن سوية المناعة لأنه هذاك عنده كل شيء سليم، بسهولة بيصير عنده الارتكاس ورد فعل المناعي من أي عضو، ولذلك أحدها مركز تنظيم الحرارة. هذا التقسيم
ما كثير مطلوب منكم يعني، بس لازم نعرف نحن الهاي جريد والهاي بيرد سياقة الحرارة اللي مثل ما قلنا نحن طبعا المودريت مالتنا، بهمنا نعرف انه امتى نحن احيانا كثير شغله مهمه نحن بالامراض الانسانيه، الحراره هي عامل دفاع بالجسم. هي ارتفاع حراره من 38 ل 39 عند الانسان العادي اللي ما له منهك وما له مضعف هي عامل دفاعي، لانه ارتفاع الحراره يثبط نمو الجسم. فلذلك هي عامل دفاعي، فاذا كان تفوت 39 ما في داعي ناخذ ضغط حراره، اذا المريض ما له تعبان ما في اعراض ثانيه مثل صداع شديد، فلهون ما في داعي. فوق 39 بنبلش نعطيه بخفضات الحراره. فاذا نحن بهمنا الحراره العاليه اللي هي اللي فعلا هي بتهدد الانسجه النبيله بالجسم هي الهايبرين والهايبريكسيا اللي هي فرط الحراره، هون صار المريض مهدد وهون بدنا نلجا لكل الوسائل لتخفيض الحراره. من ضمن احيانا سيروم بيحطوا كيس السيروم بيحط عند المرضى احيانا الاورام اللي ما بتنزل خالص بيحطوا البراد وبنعطى تسريب بالسيروم بارد بيساعدوا على احيانا تخفيض الحراره، يعني بنلجا لكل الاساليب حتى الدوائيه وغير الدوائيه. فاذا المطلوب انه تعرفوا انتم شو معنى الهاي جريد، شو هي درجه الحراره والهايبريكسيا، وطبعا درجه الحراره الطبيعيه. انا بهمني اخر تنتين هدول الاساسيات اللي انتم لازم تعرفون واللي نحن لازم نرتكز فيها. اما حراره 39 عند انسان شاب ما في داعي اصلا ياخذ، وبالعكس بيساعد على شفائه بشكل اسرع طبعا، لانه اذا كان حسب درجه الانتاج. في عندنا انماط للحراره، حراره متقطعه. الحراره المتقطعه لاحظوا تبدل في درجات الحراره بين الطبيعي والمرضي وعلى مدى ايام وبدون نمط معين، ما لها يعني ما لها سيستم معين، ما عم تشوفوا انها نمط واضح، فبتلاحظوا انتم الحراره لانه هلا بدنا نحكي على كل وحده لاحظوا هون الحراره عم توصل 39 ثاني يوم عم تنزل عم تنزل ل 37 بترجع شوي ل 37.5 بترجع تطلع ل 38.5. فالحراره الانترميديت او المتقطعه هي حراره تتبدل بين الطبيعي والمرضي، ما لها بدون نمط معين، فتبدل الحراره بين الطبيعي والمرضي بدون آلية بدون منهج معين او سيستم معين معناتها بنسميها انترنت. ريميتانت اللي هي الحراره المتموجه، هون نقصد الحراره فيها لاحظوا الحراره كلها مرضيه، درجات الحراره كلها ضمن الحدود المرضيه، كله ب 38 ثم فوق عم تتبدل، ولكن درجة التبدل فيها أكثر من درجة مئوية. إذا كان التبدل أكثر من درجة مئوية هو 1.1 طبعا الرقم، بس نحن بنحفظه أكثر من درجة مئوية وكلها ضمن الحدود المرضية، ما في شيء ضمن هي بنسميها هي نمط الحرارة الريميتا، وهي بنشوفها كثير أحيانا بالأحماض السبتسيميا اللي بتكون دائما حرارة مرتفعة وتنزل إلى التبدل، تبدل الحرارة أكثر من درجة فاصل واحد وبدون ما يكون في عندي قراءات طبيعية. المستمرة الكونتينوس أنا عم بطلع درجة الحرارة هون لا تتجاوز، كلها مرضية ولكن لا تتجاوز هي تقريبا نص درجة إلى درجة، يعني بتاخذ كل التبدلات بين 39 و 39.5 كلها بحدود كلها مرضية، ولكن درجة الحرارة لا تتجاوز التبدلات درجة، هي بنسميها حرارة مستمرة. خراج عند المريض، بعض الأورام ممكن نشوفها نحن خاصة الأورام الدموية بنلاحظ حرارة مستمرة وما تتبدل ضمن هالنظام هالنظم المحدد. يعني خليك أكثر من واحد. في
الناعكسة هون تبدل الحرارة عم يطلع من الطبيعي للمرضي، وهي كثير أحياناً هي النظم هذا بكرة بتشوفوه بالملاريا عم ياخذ التبدل باليوم الأول مثلاً عم تطلع الحرارة لل 39 أو لل 40 عم ترجع فهون عم تاخذ شكل فيها رتب، هي عم تطلع من الحرارة غير الانترميتنت هذيك ما لها رتب معين، هون برضه بتوصل إلى رتب معين عم تاخذ بين عم تطلع على الطبيعي والمرضي ولكن دائماً ضمن منهجية يعني عم تاخذ التبدلات هي واللي بنشوفها كثير احيانا بالملاريا، الملاريا بتلاحظوا انتوا انه الحراره في عندنا حراره ثلاثيه حمى ثلاثيه وحراره ورباعيه على كل 48 ساعه بترفع الحراره او كل 72 ساعه حسب اذا كان نوع البلاسموديوم الإنتانية أو الحرارة الإنتانية أو السبتيك هون الحرارة بنفس اليوم مثل الكريم بتلاقوا بردية ارتفعت حرارة 41 رجعت بعد ساعتين نزلت 37 رجعت طلعت فما في إلها هي كثير الإنتانية الفيروسية بنشوفها فبتلاحظوا أنتم إنه حرارة تطلع 39 تنزل 37 بنفس اليوم عم تتبدل فهي نسميها سبتيك هي كثير أحيانا بنشوفها نحن الوقت مبارك خاصة بالفيروس اطراف طبعا لانه هون تبدل سريع فلذلك بتلاحظ احيانا اطراف ما بتنزل على الطبيعي بسرعه بتاعت على التعرق بترجع ترتفع وتعمل عروق فبنلاحظ تترافق مع عروق وتعرق وصلنا على القسم حرمة مجهود السبب حرمة مجهود السبب هون نحن عندنا أربع أنواع لحرمة مجهود السبب حرمة مجهود السبب التقليدية عندنا حرمة مجهود السبب المشفوية وعندنا حرمة مجهود السبب عن برضى نقص العديلات وعندنا حرمة مجهود السبب عن برضى الـHIV وكل واحدة لها تعديل حرمة مجهود السبب التقليدية هي الحالة الأساسية اللي بنشوفها خارج المشفى عند الإنسان سوية المناعة وتطورت عنده بسبب أو لآخر معظمها في بلادنا خمجية تصنيفها العالمي 30% خمجية 30% ورمية وبعدين منها الأمراض المسكنة الضامة 15% وبعدين بتاخذ أسباب مختلفة وفي بخلال 10% مجهولة السبب الحمى مجهولة السبب التقليدية حرارة هون صرنا عم نحكي إن كنا نحكي الحرارة 38 نقول فيها هون اعتمدت رغم إنه في نقاش إنه لا بدنا نزلوها ل 38 لا زالت المراجع حتى الآن لأن بعض الأساتذة ممكن يقول لكم إنه حتى حمى مجهود السبب 38 لا زالت المراجع حتى الآن وإذا بتفتشوا عليها طبعا هلا أنتم مو مثلنا نحن كنا شبه إنا الأستاذ مقدس هلا أنتم فيكم تدخلوا على الإنترنت وتشوفوا هالحكي مقدس ولا غير مقدس بس كبسنا فلذلك ما بقى في شيء بالعلم سر صار العلم متاح للجميع وهي حقيقه ميزه ايجابيه بتحسم كثير عدد امور من النقاش. حراره 38.3 استمرت اكثر من ثلاثه اسابيع ومن خلالها من ثلاث اسابيع هي اما اسبوع دخل المريض الى المشفى بسبب هذه الحراره. بتفرق كثير عن النوزوكوميا الفيو. المشفويه دخل الى المشفى بدون حراره. راح بده السبب مع بده يكون كثير اسباب ممكن ضغط السكر ممكن لاسباب كثيره ممكن يصير عند المريض اسباب دخوله الى المشفى لكن ما كان عنده حراره وتطور بده يعمل عمل جراحي وتطورت عنده الحراره في المشفى فاذا المشفويه بعد دخوله الى المشفى هون ممكن ان يكون دخل الى المشفى اسبوع في المشفى او ثلاث زيارات منزليه تضمنت اجراء الفحوص طبعا ما راح يشرب شاي الطبيب عنده راح طلب تحاليل ثاني يوم شاف نتيجه التحاليل طلب زرع دم ما عرف ثلاث زيارات ما تم تحديد السبب تسمى حمى مجهود السبب المفروض الحقيقه عندنا الممرضات بالشغل عندهم معرفه بالامور هي اكثر من بعض طلاب الدراسات العليا فاحد جاي لنا طبل بيقول لنا طلع عندنا بالشغل فعم يقول له الممرضه عندنا عم يقول لها هذا المريض مع حمى مجهود السبب فهي دائما معنا بالجولات قالوا لي شو معه؟ قال لي صلى معه حراره من اسبوع، قالت له هي مو حمى مجهود السبب. هو بيزيد لعنا
التعبير احيانا الممارسه ممكن كثير امور نشوفها نحن من خلال الممارسه. طيب شو بتفرق الحمى المشفويه؟ هاتوا قبل ما نقلب عليها، انت بتقول هاي الحمى مشفويه. اول وحده ظهرت المشفى. خلف مشفوي. خلف مشفوي شو يعني؟ براي جراثيم المشاكل نسبه مقاومه اكثر. انا ما بدي حلل، انا بدي تعريف. خلت المشفى وتعرف خلع المكتسب في المشفى. هاي المشفى ما كان عنده شيء. وينك الكرايتيريا؟ هاي واحدة. في عندك مشكلة 2 بالكرايتيريا. هذا لسه 72 ساعة. 72 دخل إلى المشفى، استمرت الحرارة عنده 3 أيام، 72 ساعة. هاي ثاني عامل، ثالث. منها يومين للزروق، يعني دخل المشفى بدون حرارة، تطورت الحرارة في المشفى، وعادة بيقولوا على الأقل 48 ساعة. فإذا دخل المشفى ظهرت الحرارة في المشفى، استمرت أكثر من 72 ساعة، منها 48 ساعة للزروق، ما عرفنا النتيجة بنسميها خمج المشافي أو حمى وجود السمك في المشفى. حمى وجود السمك في المشفى ليش المدة أقصر من المدة الثانية؟ ليش أقصى؟ يعني ليش إنه هو 72 ساعة؟ برافو، لأنه هذا المريض أصلاً داخل لسبب ما كان عنده مشكلة. تطورت المشكلة هي فنحن سببناها، فالعوامل المفروض إنه نقدر نعرف نحن هذا السبب، قسطرة سحبنا، إذا كان المريض في عنده قسطرة ولي إنتان ولي، تطور لإنتان ولي، فإذا الأسباب لازم تكون متاحة، زائد هذا المريض نحن أجرينا له كل التحاليل، فنحن المفروض ما ناخذ فترة أطول لمعرفتها. لذلك المشفوية حد الأدنى للتشخيص 3 أيام، منها يومين للزروع بمريض دخل إلى المشفى ما عنده خمج عند أرضه. فطبعا هي أسبابها كلها بتلاحظوا هي أسباب المشفوية، يعني خلال دخوله إلى المشفى. في عنا شريحة من المرضى تتجاوز 60% من القبول عندنا في الشفا، هن هم نقص العديد. يعني هذا النوع من المرضى، معظم المرضى بيكونوا على الـ معظمهم هن أورام دموية، أخذوا شوط علاجي، نزلت مرحلة الكريات الدم، نزلت العديلات، فدخلوا بمرحلة في اسمها حمى نقص العديلات. نحن 60% من المرضى تبعنا اللي عندنا بالشارع هن من المرضى حمى نقص العديلات. لذلك من المهم جدا نعرف شو هي حمى نقص العديلات. امتى بنقول عند المريض حمى نقص العديلات؟ في عندكم شغلتين، حمى نقص العديلات ولا تخربطوا، وحمى مجهود السبب عندنا المرضى نقص العديلات، يعني نحن عندنا تعبيرين، عندنا حمى نقص العديلات وعندنا حمى مجهود السبب عندنا نقص العديلات، راح نمشي بالمرحلة الأولى درجة من الأربعة. امتى تقول حمى نقص العديلات؟ أول شيء قديش تعداد العديلات المطلق اللي كمان هذا رقم ما هون كنا نقول بالكريات البيض من 4 ل 11000، هون بدكم تحفظوا رقم، هون ما بصير تقول احتمالات، لانه هذا الحد الادنى تحته بقول نقص عديلات، قديش العديلات المطلق اللي بقول تحته نقص عديلات؟ 500 سي في مضبوطه، بس في رقم اللي بقول تحته نقص عديلات؟ لا اكيد ما راح من 1500 تعداد العديلات، امتى ما نزلت العديلات تحت 1500 هو نقص العديلات، بس لا تدخل في كرايتيريا حمى نقص العديلات. انا عم احكي على اول شيء مرحله امتى بقول نقص العديلات. حمى نقص العديلات هون هذا المريض على العديلات بدها تكون 500 فما تكون، لانه تحت تحت 500 بنسميه سيفير، وتحت 1500 بنسميه مودريت متوسط. فاذا حمى نقص العديلات العديلات تحت 500. طيب المريض نزلت العديلات تحت 500، انت بقول هذا المريض حمى نقص العديلات، والفرق انه هذا المريض اللي عنده نقص عديلات تحت 500 ما بصير اعطيه صردات براقب له الحراره، بس اذا صار عنده حمى نقص العديلات فورا بعطيه، حتى بعد باخذ عينات للزروع وفورا بعطيه معالجه، لانه هذا انتان مهدد للحياه، هذا المريض مصبت مناعيا وما عنده دفاع، لذلك ممكن يموت خلال بست اشهر خلال 48 ساعه. هذا ابدا بالمعالجه بالانفيك ثيرابي، المعالجه التخبريه، هلا بيقولوا لكم الدكاتره ما اسمها تخبريه، يستخدموا كل واحد تحكي هاي، لا زال نسميها المعالجه التخبريه. الانفيك ثيرابي
يعني نعطيه معالجة بناء على بروتوكولات. هو كمان نحن مخترع من عندنا في آلية موجودة، فعندنا منهجية موجودة بالشغل بالتعامل مع هذول المرضى، وبالتالي ضمن بروتوكولات عالمية بالتعامل مع المرضى. فإذا حمى نقص العادلات غير نقص العادلات، حمى نقص العادلات حالة طارئة تستجوب العلاج، بينما نقص العادلات حالة تحتاج المراقبة، مراقبة المرض. أنت بقول هذا المريض اللي عنده العادلات 500 ولا تقولكم جملة أو متوقع أن تنزل خلال 48 ساعة لتحت 50. يعني مريض أنا بعرف من التعويض، أنا خاصة الأورام الدموية، لكن الأورام الخبيثة أكيد أخذتوها، أورام صدري وأورام خطية دموية. أكثر شيء هي الأورام الدموية اللي هي طبعاً لأنه كلها يتبع النقي، معالجات اللي بتصفة النقي بتؤدي لانهيار الكريات دي. فلذلك أنا هذا المريض إذا بلشت تنزل عند الكريات تحت الألف بعرف إنه راح يتطور إلى حمى نقص عضلات. فإذا يا 500 يا متوقع إنه تكون تنزل تحت 500. بس أنت تقول عمر حمى ترتفع. يعني أنتوا بالأطباء سنة رابعة دراسات عليا نهيم بالربكم، في طالب السنة الأولى هذا المعتر اللي موجود تحت الإسعاف اتصل معكم قالكم المريض إجا لعندي وعنده العديلات 200 وعنده حرارة 39، هي اسمها حمى نقص عديلات؟ تقول له فورا برب الإسعاف ولا شو؟ تقول له يجي تاني يوم ولا شو بتصرف؟ برأيك ما مفترض المعتر فضل. إذا كانت الحرارة يعني هلا أنت درجة الحرارة، أنا بهمني إنك تقولي لي وين درجة الحرارة اللي أنا منها لازم أتصرف. طيب إذا كانت 38 لا العادة لا تحت 500 كله صار اسمه سيفيد. أنا عم أقول أنت تقول حمى نقص العادلات يعني بالإبل عندنا بالشغل، وبالتالي ببدأ بالمعالجة. أنت قلت بالمشفى بس ما بتعطي معالجة بالصادات، هون لازم تعطيه على الأقل دوايين بالنسبة للمعالجة. يعني لازم تعطي دواء بيغطي البسودوموناس مثل السيفروسكوينتي الثالث مثل السيفتازيدين، وتعطي معهم أمينة غلوكوزات. هذا المريض لازم تعطيه معالجة فورية. أنت تقول حمى نقص العادلات عندي للحرارة قياسين، طريقتين للقياس. الأولى إمتى ما كانت درجة الحرارة 38.3 لمرة واحدة فوراً، قاست 38.3 لمرة واحدة، هذا اسمه حمى مع عضلات تحت 500 اسمه حمى نقص عضلات ويدخل إلى المشفى لمرة واحدة قياس واحد. إذا كانت 38 بنتظر لساعة، مو للتاني يوم ولا للتالت يوم. إمتى ما استمرت الحرارة 38 أكثر من ساعة أو قياس 38 لمرة فاصلة 3 لمرة واحدة مع عادلات تحت 500 بقول هي حمى نقص العادلات متروبين كتيبة. طبعا هلا هي رح نقلبها له. فإذا نحن العادلات إما سنجل وران أخذناها 38.3 أو أكثر من 38 استمرت أكثر من ساعة مع العادلات تحت 500 أو أنا استفدت إنه تنزل خلال 48 ساعة تحت 500 بقول حمى نقص العادلات. أنت بقول حمى مجهود السبب عند مرضى نقص العادلات. أنت بقول لا هي أخطر، حمى مجهود السبب عند مرضى نقص العادلات. يعني هي صفينا نحن هذا التعريف ما تغير، ما بصير تغير التعريف. استمرت أكثر من 3 أيام. برافو عليك. إذا أنا عملت أخذت العينات وزرعتها وعم باخذ أتابعه المريض بالعلاج، إذا استمرت الحرارة عند هذا المريض لنرجع لك إيه عن التعريف تبع مجهود. إذا المريض حمى نقص العادلات حسب التعريف اللي حكينا نحن استمرت عنده الحرارة أكثر من 3 أيام منها يومين للزروع، برجع لتعبير المشفوي حمى المشفوية، برجع مثل تعبير حمى المشفوية لكن عند مريض عادلاته أقل من 500. فأنا هو عندي عادلات أقل من 500 واستمرت الحرارة عند 3 أيام منها يومين للزروج، فهذا وهون أكثر شيء الأمراض اللي يفكر بالأخماج والفطور هون الحقيقة كثير إيرجنت نفكر فيها. ولذلك إحنا بعد 3 أيام للمعالجة إذا ما استفاد المريض بعد الحدود 4 أيام لازم أعطي دواء فطري مضاد.
حمى مجهولة السبب عند مرضى الـ HIV اختلفت عن البقايا. كنا نحكي بكلت أسابيع ونحكي بينهم، ما صرنا عم نحكي بأربع أسابيع. يعني هلا راح الدرس القادم راح نحكي لكم ليش أربع أسابيع. فإذا حمى مجهولة السبب عند مرضى الـ HIV هي حرارة استمرت أكثر من أربعة أسابيع معقول بالمشفى. إذا دخل على المشفى رجع مثل حمى المشفى ثلاث أيام، فمفروض عند المريض في المشفى. يعني ما بيدخل على المشفى بسبب أو لآخر تطورت عنده الحرارة، تعبيرها نفس تعبير في موجود السبب من مرضى الإشعاعي، لكن الفرق في المنزل أحسن من أربعة أسابيع. طبعا هون الأسباب اللي بتسببها الميثولوجية بنحكي عنها في الدرس الأول. لسه عندنا هاي حكيناها حرك زرقني. فإذا عندنا عندنا أربع حالات، عندنا الكلاسيك النوسوكوميا الميكروبيني وهذا مريضة عمرها 28 سنة عندها الحرارة استمرت أسبوعين ونص في حرارة 48 وأعلى، كانت الأعراض عندها ألم فقط في الطرف السفلي مؤلم مع قيداء مؤلمة حمراء، تعمل تلبان مع المدخنة مع المدخنة والأوسي في شو معنى صح؟ أنا عم سأكون أنت أخذت من يجب أن تكون بيز حبوب من الحمل، يعني عم تأخذ حبوب من الحمل فقط. الشيء اللي تأخذ هي حبوب من الحمل. هل هذه الحالة حمى مجهولة السبب أم لا؟ إذا إيه ليش ولا لا؟ وهي نهاية الحمى. ليش؟ برافو عليك. والحرارة؟ هذه ليش لا؟ لأنه على short duration فالمدة ثلاث أسابيع لازم نحفظها من ثلاث أسابيع. ننتقل للصورة القادمة. بس ثلاث أسابيع حتى تكون صغيرة. مجهولة السبب.